الناس كلها عندها حضور إلا أنت عندك انصراف، عبارة قالها الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز واصفا إياها سماجة أحد الفنانين المصريين وثقل ظله، هي عبارة تلخص قصة حياة شخص واحد مع دولة بحجم مصر. تركي الشيخ مستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الترفيه، ثري خليجي هبط على مصر بأموال لا حصر لها حتى أطلقوا عليه لقب شوال الرز، يتعامل مع الحياة وكأنه سيد في سوق عقاظ، يبيع هذا ويشتري تلك طالما امتلك المال والسلطة. جاء الرجل إلى مصر فاشتبك مع جماهير الأهلي وأغضب جمهور الزمالك وأشعل الفتنة والأزمة تلو الأخرى في الرياضة المصرية، هاجم طه اسماعيل ومحمود الخطيب ومرتضى منصور ومحمد فضل، سخر من محمد أبو تريكة، تمنى إصابة محمد صلاح، حتى سبه جمهور الأهلي في هتاف شهير، فترك الرياضة المصرية غير مأسوف عليه. اقتحم تركي الشيخ عالم الفن والغناء فاشترى ولاءات كبار المطربين كعمرو دياب ومحمد حماقي وآخرين، أصبح شاعرا فلم يقرأ له أحد، نشر رواية فلم يهتم بها أحد، كتب كلمات أغان فلم يسمعها أحد، امتلك ناديا فلم يشجعه أحد، أنفق ملايين الريالات لشراء الولاءات فلم يحبه أحد. هكذا إذن يؤمن الرجل بأن المال هو السيد وعلى العبيد أن يباعوا ويشتروا في صمت وولاء وطاعة عمياء، ونسي آل الشيخ أن الشعب المصري لا يخضع ولا يشترى بمال ولا يسمح لأمثاله بالتطاول عليه ولو امتلك مال قارون. اليوم يرحل تركي الشيخ عن مصر غير مأسوف عليه، باع الرجل منزله وأملاكه داخل البلاد، كان فيها ضيفا ثقيل الظل، لم يحترم لنا عادات ولم يراعي تقاليد ولم يعلمه أحد قبل ذلك ماذا تعني كرامة الشعب المصري. السلام عليكم وأهلا بكم، آخر كلام وحلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع نبدأها بعنوان عريض اسمه رحيل الكفيل. الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش قالها قديما: أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. الحقيقة أبيات ماشية قوي على الخبر اللي هنبدأ به حلقتنا النهاردة، وهو رحيل تركي الشيخ أقرب المقربين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. الرجل بيقوله لم شنطه وباع أملاكه وقرر الرحيل عن مصر، ولو أن في فرصة دلوقتي أن المصريين يخرجوا للشوارع لخمس دقايق بس فهتلاقي المنظر الشهير جدا اللي هم بيكسروا وراء قلة، والقلة هي الحاجة كده اللي بالفخار اللي كنا بنشرب منها زمان في التسعينات والثمانينات في جوه الجوامع، وموجودة دلوقتي في بعض البيوت في الأرياف لسه بيشربوا من القلة، وكان عندنا كده ان اللي بيمشي وانت متضايق منه بتكسر وراء قلة. فالمصريين اكيد مرتاحين جدا جدا برحيل راجل ارتبط اسمه بالصراعات في كل حتة. تركي الشيخ وجد فيها في مصر رياضة، فن، تمثيل، في كل حاجة تركي الشيخ مرتبط اسمه بالصراعات. راجل لم يحترم عادات الشعب المصري ولم يحترم ويراعي كبرياء المصريين ولا كرامة المصريين. وهنا الحقيقة لازم أقول حاجة مهمة قوي، إن كان النظام المصري قد يعني مرغ وجه الدولة في تراب وفي أرز الخليج فإحنا مش كده. الشعب المصري ملوش علاقة باللي عبد الفتاح السيسي ورأس السلطة والسلطة كلها بتعمله مع السعودية في الكام سنة اللي فاتوا. العار والهوان والذل والامتهان والمتطية جامد قوي للسعودية عشان السيسي محتاج القرش بتاعهم، احنا ملناش علاقة بيه. احنا ملناش علاقة بيه. احنا المصريين، الشعب المصري ايا كان انتمائنا وايا كانت مواقعنا من النظام الحالي، فاحنا هتيجي عند خط أحمر اسمه كرامة المواطن المصري لن يسمح لأحد أن يمسها ولو كان تركي الشيخ. فالحقيقة لما تركي بيقول أنا ماشي يا جماعة أنا اتقمصت قوي قوي أنا مش قاعد معاكم تاني، الناس بتقول له مش عارف إيه سكة اللي يروح، يعني الناس دلوقتي هتلاقي اللي بتفرج عليا قال في 60 مش عارف إيه، ده الطبيعي، ده اللي بيقال
لما بيرحل واحد زي تركي آل الشيخ من مصر يقول لك لا انا مش جاي تاني، انا مش لاعب معاكم تاني، يا سيدي ان شاء الله ما جيت، خلاص ريحتنا، خلينا نتنفس شويه بدل قله القيمه اللي انت كنت عاملها في مصر. لكن الموضوع واضح انه اكبر من كده شويه. قبل ما نستعرض الفيديو اللي جاي، في لقاء تم ما بين تركي آل الشيخ وعباس كامل في شهر مايو اللي فات، وكان على ما يبدو تم الاتفاق على أن يمول تركي آل الشيخ القناة الجديدة اللي هتتعمل، أو شركة المتحدة اللي هي تتبنى القناة الإخبارية الجديدة اللي هتطلع في مصر. تقارير صحفية اتكلمت عن خلاف حصل ما بين تركي آل الشيخ وعباس كامل، وأنا هنا بقول تقارير صحفية، يعني هو سيناريو ربما حدث وربما لم يحدث، عشان ما حدش يقول لك انت قلت انه قعد وقابل. انا بقول لك في تقارير كلمت عن لقاء تم بالفعل ما بين تركي آل الشيخ وعباس كامل، دي معلومة موجودة وثابتة وموثقة. لكن السيناريوهات اللي حصلت في القعدة دي وايه اللي حصل بعد كده، في سيناريوهين. بيقال ان تركي آل الشيخ لم يلتزم بالوعد اللي قطعه لعباس كامل والسيسي، ما أغضب السيسي وجعله يشتكي لولي العهد محمد بن سلمان. وفي انتوا عارفين الزيارة الأخيرة اللي حصلت لمحمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي، أقيل أن المملكة خلاص، يعني قيل في بعض التقارير أن بن سلمان قال له خلاص إحنا هنمول، إحنا الموضوع بعيدا عن تركي خالص، بعيدا عن سكة تركي آل الشيخ، فإحنا اللي هنكون موجودين في الصدارة المملكة العربية السعودية وهنعلن الكلام ده، وقنواتنا الرسمية هتتكلم في الموضوع ده. التقارير الصحفية بتحكي انه هذا الخلاف ربما كان احد اسباب ان يجمع تركي آل الشيخ حقائبه من مصر ويبيع كل املاكه، يقول لك يا جماعة خلاص انا ماليش قاعدة معاكو، انا ماشي، طالما سيدي ولي العهد السعودي قرر ان هو يعني يتخطاني في القصة دي ويمول السيسي وعباس كامل مباشرة، فانا مش هكون موجود. ده وفقا لايه؟ ده ما قلت لحضراتكم، وفقا لبعض التقارير الصحفيه. الخبر اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه ان تركي آل الشيخ يغادر مصر، خبر نقل عن صحيفه الفجر المصريه. المستشار تركي آل الشيخ يبيع منزله وعقاراته في مصر بشكل مفاجئ. ايه اسباب الشكل المفاجئ؟ تقريبا هي اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها دلوقتي. لكن خلينا نتوقف كده مع هذا الفيديو عن حكايه طال عمره تركي آل الشيخ مع مصر. فاكر حضرتك عبد الفتاح السيسي لما خرج بثقة كبيرة قوي وقال للصحفيين في ألمانيا ما تيجوا تشوفوا حقوق الإنسان في مصر يا جماعة، احنا عندنا حقوق إنسان جامدة جدا. الخبر اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة عن شخص فرنسي مش ألماني راح يشوف، بس مش حقوق الإنسان، راح يا عيني راجل غلبان راح يزور مصر عادي خالص، فظابط كلمه قال له ما تيجي نتقابل في القاهرة. الولد كان في شرم الشيخ، راح له القاهرة، اختفى من وقتها، محدش عارف له طريق، محدش يعرف هو فين. ودلوقتي الصحفي الألماني اللي هيروح يشوف حقوق الإنسان يمكن يدور عن الولد الفرنسي يان بوردون اللي صحيفة الاندبندنت البريطانية بتنشر عنه تقرير صباح اليوم عن السائح الفرنسي المختفي في مصر منذ أكثر من سنة. الحقيقة يان هو خريج جامعة السوربون وكان في زيارة لمصر، كان بيدرس تاريخ وبيحب يلف حوالين العالم، اتكلمنا عنه في حلقة تقريبا من أسبوعين، واتعمل له كمين من ضابط شرطة، خدوا القاهرة واختفى ولا أحد يعلم هو فين. الاندبندنت البريطانية في الخبر اللي يظهر قدام حضراتكم على الشاشة اتكلمت بالتفصيل عن حالة يان بوردون، وقالت انه لقاء السيسي وماكرون كانت أسرة يان بتحاول الضغط على الرئيس الفرنسي وعلى عبد الفتاح السيسي أثناء الزيارة، نظموا مظاهرة فعلا قدام مقر الزيارة أو اللقاء اللي ما بين ماكرون والسيسي، وحاولوا أن هم يهتفوا أو يرفعوا لوح مكتوب عليها فين يان بوردون وأنها توصل للسيسي وماكرون، ولكن البوليس الفرنسي للأسف منعهم من الاستمرار في هذه الوقفة وبعدهم عن طريق الموكب بتاع عبد الفتاح السيسي عشان الصوت ما يوصلش، لكن صوتهم وصل للاندبندنت واحنا النهاردة بننقله. الدنيا كلها بتتكلم على يان بوردون اللي هنتعرف اكتر على قصته وعلى تقرير الاندبندنت عنه في هذا الفيديو.
من فرنسا إلى مصر. نروح لمصر وخمسة عين. إيه خمسة عين دي؟ لو سألت أي أب مصري في التسعينات في الثمانينات في السبعينات هيقولك إن خمسة عين دي هي بيتمناها كل أب مصري لابنه وهو بيدفع بيه عشان يحقق الخمسة عين دول. اللي هم إيه الخمسة عين دول؟ يدخل كلية الطب عشان في الآخر يكون عنده عيادة وعربية وعروسة وعمارة وعزبة. دي كانت أحلام لأي أسرة مصرية، لكن ودي كانت صورة الطبيب الحقيقة في المجتمعات وتحديدا في القاهرة وحتى في محافظات أخرى. النهاردة الحقيقة الموضوع بقى صعب شوية، الأحوال تبدلت، الدكتور أصبح ملطشة لكل حاجة، ملطشة للنظام، للفقر، لضيق الحال، لمواجهة الموت، والأكثر من كده ملطشة للناس. الناس بتروح الحلقة الأضعف في قطاع الصحة اللي كنا بنتكلم عنه من يومين وعملنا فيه مقارنة ما بينه وما بين بريطانيا. الحلقة الأضعف في المنظومة دي هم الدكاترة، بيتضربوا، بيترفع عليهم سلاح أبيض وبيتم التعدي عليهم وضربهم، وفي الآخر بيحصل إيه؟ اللي بينجو منهم بيهرب. فمش بيكون في دكاترة عندنا في مصر، بدل ما كانوا 120 ألف بقوا 60 ألف شغالين و60 ألف سافروا. ما بقاش عندنا دكاترة موجودين في مصر ليه؟ عشان الخبر اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، حادثة جديدة، اعتداء جديد على مستشفى في مصر يجدد المطالبة بالمسؤولية الطبية. اعتداء في مستشفى دي كيرنس في محافظة الدقهلية مرة تانية. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على دكتور في القاهرة تم التعدي عليه بسلاح أبيض وخد 28 غرزة في بطنه، دكتور كبير استشاري. النهاردة في مستشفى بيتم تكسيرها لأن الأهالي اتضايقوا من الدكاترة، وفي مريض توفى داخل المستشفى فدخلوا كسروا المستشفى. طب يا جماعة الخير، هو الدكتور ذنبه إيه؟ وأنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده في حلقة الصحة والمقارنة مع مصر وبريطانيا، هم الدكاترة ذنبهم إيه عشان يتضربوا أو يتم الاعتداء عليهم؟ ده سؤال للناس. لكن السؤال للنظام، هو أنت ليه مش بتأمن الدكاترة؟ أنت ليه مش بتجرم الاعتداء على الدكاترة في القانون؟ أنت ليه مش عامل قوة حراسة للمستشفيات، تأمين للمستشفيات؟ ليه ما فيش شرطة موجودة؟ ليه ما فيش حد بيأمن الناس دول يا جماعة؟ هو القانون فين؟ هو في حد يجرؤ أنه يتعدى على اسم شرطة؟ في حد يجرؤ يتعدى على منشأة عسكرية؟ في حد يجرؤ يتعدى على مكتب النائب العام؟ في حد يجرؤ يتعدى على مستشار أو وكيل نيابة في محكمة؟ في حد يجرؤ يعمل ده؟ الإجابة قطعا لا، مش كده؟ طب ليه الدكاترة هم يعني الحيطة الميلة؟ هم مش ولاد البطة السودة الدكاترة في مصر؟ انت ليه سايب الدكاترة يتهانوا بالشكل ده وبعدين تطلع تصرخ وتقول اصلهم بيسافروا بره؟ يا سيدي ما هو انت مش لا حميهم ولا موفر لهم رواتب ولا اي حاجة خالص، ولا مديهم اي حقوق في البلد، ولا بدل عدوى، ولا اي حاجة، مفيش اي حاجة. حتى اللي بيعتدي على دكتور باين بيتحكم عليه سنتين ولا مش عارف حاجة، مسخرة كده في القانون يعني. يعني مجلس النواب بقاله فترة عايز يعمل قانون جديد عشان تجريم الاعتداء على الدكاترة وتغليظ العقوب، فانت سايب الدكاترة والمستشفيات هم الحلقة الأضعف في البلد، لكن الداخلية، الجيش، النيابة، القضاء محدش يقدر يهوب منهم. طب يا جماعة خلاص، محدش يزعل لما الدكاترة يخرجوا ويطلعوا برا ويسيبوا البلد. في الفيديو ده ملخص لحوادث الاعتداء على الأطباء في مصر في الفترة الماضية.
في فقرة أنقذوهم لهذا اليوم نتحدث عن المعتقل الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر. نتابع. بكرة سيرجي لافاروف وزير الخارجية الروسي سيزور القاهرة، ربما يلتقي بعبد الفتاح السيسي. نتحدث في الفقرة القادمة عن إيه؟ وزير خارجية بوتين في مصر، توقيت الزيارة ودلالاتها. ما تنساش أبدا أن عبد الفتاح السيسي زار ثلاث دول أوروبية في أقل من أسبوع: صربيا، ألمانيا، فرنسا. اتكلم عن استعداده لإمداد أوروبا بالغاز، وفي ناس قالت ان ده ضد المصالح الروسية. عبد الفتاح السيسي التقى الرئيس الامريكي جو بايدن في قمة جدة، والبعض تحدث عن رغبة مصر في التقارب مع الولايات المتحدة الامريكية في الفترة القادمة على حساب علاقاتها بروسيا. مين اللي جاي بكرة؟ سيرجي لافاروف. سيرجي لافاروف ليس بالرجل السهل، وانما هو دبلوماسي من العيار الثقيل ولسان ناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعد قليل نتحدث عن كل هذه الأمور، أسباب وتداعيات الزيارة. تابعونا. أهلا بيكو. بكرة زي ما قلت وزير خارجية الروسي سيرجي لافاروف بيبدأ جولة إفريقية بيستهلها بزيارة مصر، سعيا للاستفادة من رغبة بعض الدول للانضمام لتحالفات غير غربية، في وقت بتقاوم فيه موسكو الانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا. في مصر لافاروف ربما يلتقي بمسؤولين يحاولون رفع مستوى العلاقات القوية مع روسيا. هناك أنباء عن احتمالية لقائه بعبد الفتاح السيسي بسامح شكري. روسيا بتحاول أن تفك العزلة والعزل الغربي لها من خلال فرض العقوبات الصارمة عليها بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. ومصر الحقيقة موقفها ماسك العصاية من نص، هي مش ضد روسيا، مش مع الولايات المتحدة، هي داعمة لأوكرانيا ولكن ضد العقوبات اللي على روسيا. وأعلنت ده في أكثر من مرة في أكثر من بيان، وحتى الأذرع الإعلامية المقربة من النظام اتكلمت أيضا على إن إحنا ما فيش حد هيجبرنا إن إحنا نكون في حلف ضد الحلف الآخر. ولكن الحاجات اللي أنا قلتها في مقدمة هذه الفقرة، لقاء السيسي بايدن في المملكة العربية السعودية، وأيضا زياراته إلى دول أوروبية منها ألمانيا، وحديثه عن استعداد مصر لإمداد أوروبا بالغاز في الفترة المقبلة، كل هذه تطرح علامات استفهام كثيرة على الموقف المصري من روسيا، على العلاقات المصرية الروسية، وخاصة أن روسيا ألقت لمصر يعني زي ما بيقولوا بفلذات أكبادها. سيرجي لافاروف مش راجل سهل، دبلوماسي على مستوى رفيع. خلينا نتعرف عليه على أبرز مواقفه في هذا الفيديو.
خلينا نرحب بضيفي في هذه الفقرة معي عبر سكايب دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. سيرجي لافاروف إذن في القاهرة، روسيا ترمي مصر بفلذات أكبادها، يعني رجل دبلوماسي من العيار الثقيل، لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا من وجهة نظرك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أولا لحضرتك والتحية لكل المشاهدين. شكرك. في خلفية سريعة، المفترض أن هناك على الأقل 10 ملفات أساسية تربط بين مصر وروسيا الاتحادية. تنامت هذه الملفات العشر خلال السنوات السبع الأخيرة منذ انقلاب أو الثمانية الأخيرة منذ انقلاب 2013. الملف الأول هو ملف صفقات السلاح الضخمة التي وقعتها مصر مع روسيا الاتحادية خلال هذه السنوات، في بشكل جعلها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين عسكريا لروسيا في صفقات السلاح بعد الجزائر تحديدا فيما يتعلق بالقارة الأفريقية. الملف الثاني هو ملف المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، ثم ملف الطبعة المحطة النووية التي تم الاتفاق على الدولتين بين على إنشائها، هذا كان الملف الثالث، ثم ملف المناورات العسكرية والعلاقات العسكرية المشتركة بين الدولتين وعودة هذه المناورات خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تعرف باسم حماة الصداقة. لدينا أيضا ملف الاستثمارات الروسية في القاهرة، ملف السياحة الروسية إلى مصر، ملف ليبيا وتحديدا الدور الروسي في الملف الليبي باعتبار أن مصر كانت معبرا مهما لعمليات الدعم العسكري والتدريب والدعم اللوجستي لقوات الدعم لخليفة حفتر بشكل رئيسي خلال السنوات الخمس الأخيرة أيضا، وكذلك أيضا في ظل الدور الذي تقوم به شركة فاجنر الأمنية العسكرية الروسية في منطقة الشمال الأفريقي وشرق القارة الأفريقية، وأيضا دورها الكبير في ملف ليبيا. هناك ملفين آخرين مهمين أيضا، ولكن يعني دور مصر فيهما أو دور روسيا فيهما لا يرتبط بالأجندة المصرية بدرجة كبيرة، ملف سوريا وملف سد النهضة باعتبار أن روسيا من أهم الأطراف الداعمة لهذا المشروع، وأيضا تحفظت بدرجة كبيرة، كان لها دور متحفظ على عرض الملف في سد أمام مجلس الأمن. هذا عن الأولويات، ولكن أعتقد أن زيارة لافاروف مرتبطة هذه المرة بملفين شديد الأهمية وتحديدا إلى مصر. الملف الأول هو الجولة التي قام بها الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة ولقاءاته في قمة جدة للتنمية والسلام، وكانت مصر شريكا حاضرا أساسيا من بين الدول التسعة الحاضرة، ثم أيضا جولة السيسي الأوروبية والاحتفاء الكبير بزيارته إلى دولة مثل صربيا التي ترتبط بعلاقات استراتيجية بهذا المصطلح وشديدة الأهمية مع روسيا الاتحادية. هذين الملفين أعتقد أنه روسيا تراهن على الدور المصري بامتياز. حضرتك أشرت في المقدمة إلى أن مصر كان موقفها تحاول، ويعني أقول بدقة تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، ولكنها لا تستطيع أن تقف ضد رغبات الولايات المتحدة في هذا الملف، لأن عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب 2013 وهو يراهن وبقوة على دور روسيا الاتحادية في دعمه على خلفية الدعم الكبير جدا والمتنامي بل والضخم الذي قدمته روسيا مثلا لبشار الأسد فيما يتعلق في مواجهة الثورة السورية. وبالتالي مسك العصا من المنتصف كان يحاول، ولكن أعتقد أن الضغوط الأمريكية بل والمطالبة الرسمية العلنية في فبراير 2022 لمصر بأن يكون لها موقف واضح وحاسم فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعتقد أنه لم يستطع أن طيب يقاوم. دكتور، من منظور سياسي، يعني كيف نحلل فكرة أن بايدن جاء لقمة جدة من أجل أن يقيم تحالف إقليمي دولي ضد روسيا من جهة وضد إيران من جهة أخرى؟ مصر يعتبر أنها جزء من هذا التحالف، وحتى التصريحات الرسمية أبدت مرونة في أن تكون مصر جزء من هذا التحالف، هذا من جهة. من جهة أخرى، تصريحات السيسي مع أولاف شولتز المستشار الألماني عن استعداد مصر لإمداد أوروبا بالغاز، ما هو تحدي لروسيا أيضا يا دكتور. كيف نفهم هذا في إطار التحليل يعني السياسي؟ أنا وجهة نظري أن هي مجرد يعني استخدام للأوراق في مواجهة البعض. ورقة أوروبا والغاز الأوروبي ورقة شديدة الأهمية بالنسبة للاقتصاد في مصر، وأعتقد أنها لا تدار بشكل انفرادي من جانب مصر بل تدار بشكل ثلاثي. عندما تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين القاهرة وإسرائيل وأوروبا على إمداد الغاز، على أن تكون مصر معبرا للغاز الإسرائيلي إلى القارة الأوروبية، فهذا الملف شديد الأهمية، واحد أوراق القوة التي تقدم به مصر نفسها للقارة الأوروبية. هذا جانب.
ولكن في المقابل أيضا لا ننسى أن مصر وتحديدا المؤسسة العسكرية المصرية ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام سنة 1978. هذه المؤسسة العسكرية تتلقى سنويا 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة مساعدات عسكرية. يعني نتحدث الآن إذا كنا نتحدث عن من 78 وحتى تاريخه 22-44 سنة، يعني نتحدث عن أكثر من 50 مليار إن لم يكن أكثر مليار دولار حصلت عليها المؤسسة. الأمر الآخر التدريب والتسليح والصيانة والمناورات الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن الجيش المصري أو المؤسسة العسكرية أحد أهم أدواتها لحماية مصالحها في المنطقة. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الاستثمار المصري الأمريكي في المؤسسة العسكرية لا يقف عند حدود الدعم، وبالتالي الانخراط في حلف عسكري أو شبه عسكري أو أمني معلوماتي مع الولايات المتحدة ليس مستغربا من جانب المؤسسة العسكرية في مصر وإدارتها. هذا جانب. ولكن أيضا فكرة التحدي من وجهة نظري ليس من باب التحدي، ولكن من باب الاستجابة للضغوط الأمريكية في هذا الملف بامتياز. النظام في مصر لا يستطيع أن يتحدى الولايات المتحدة في هذه المرحلة. طب أنا أسألك سؤال، أنا عارف أنه يعني مش هيعجبك قوي، لكن لما الولايات المتحدة عايزة تبقي على علاقة أو مش عايزة تبقي، عايزة النظام المصري يكون موجود معها في هذا الحلف، وروسيا بعت سيرجي لافروف عشان أيضا يعني ياخد مصر ناحية روسيا، هو مش ده مؤشر أن مصر دلوقتي فيها نظام قوي جدا استطاع أنه يمتلك أوراق تجبر قوتين عظميتين أن هم يسعوا كل قوة لأن تجتذبوا تجاهها؟ لا، أنا هميز هنا ما بين مصطلحين يا دكتور. مصطلح النظام القوي أو الدولة القوية، النظام المهم أو الدولة المهمة. النظام في مصر ليس قويا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها، ولكن مصر دولة شديدة الأهمية لا يمكن بالمطلق الاستغناء عنها في أي مرحلة من مراحل التاريخ الحديث والمعاصر. مصر تتمتع بإمكانيات القوة الإقليمية الكبرى سواء نتحدث بشريا أو استراتيجيا أو اقتصاديا رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مصر. مصر صاحبة أقوى جيش في المنطقة بشهادة الجميع، ليس من باب أن هناك موقفا سياسيا ضد هذا النظام أن نقلل من إمكانيات وقدرات مؤسستنا العسكرية، ولكن في مصر الآن الجيش الأول في الشرق الأوسط، وأحيانا يكون هناك تنافس على المركز الأول بينه وبين الجيش التركي على سبيل المثال. وبالتالي عندما تتحدث عن مؤسسة عسكرية شديدة الأهمية لكل الأطراف في هذا الملف، الموقع الاستراتيجي شديد الأهمية، الممر المائي شديد الأهمية مثل قناة السويس، الموقع الجغرافي أيضا على بوابتين كبيرتين وشديدات الأهمية والخطورة البحر الأحمر والبحر المتوسط، الملفات التي يمكن أن يكون للدولة المصرية دور استراتيجي في إدارتها سواء فيما يتعلق بأمن إسرائيل أو فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في شمال القارة الأفريقية وحوض البحر وحوض نهر النيل، كل هذه الملفات تجعل من مصر عمقا استراتيجيا ودولة شديدة الأهمية محلا لتنافس كل الأقطاب الإقليمية والدولية عليه. بل أنها رغم ما تعانيه من انتصارات على مستوى سياساتها الخارجية تبقى يعني من وجهة نظري الركيزة رقم واحد حتى لكل كل الدول العربية دون استثناء وفي مقدمتها الدول الخليجية. وبالتالي هذا التنافس منطقي ومقبول نظرا لمكانة مصر الدولة. مصر النظام تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. مصر النظام كان يمكن أن ينهار هذا النظام على خلفية الأزمات التي يعاني منها لولا الدعم الضخم الذي حصل عليه خلال الشهرين الأخيرين من دول إقليمية حريصة على بقاء النظام وحريصة على استقرار مصر في هذه المرحلة. وبالتالي لا يجب أن نخلط بين مفهوم النظام الضعيف والهش والدولة المهمة والمركزية. ما هو لو كان النظام ضعيفا وهشا، ودعني أكمل يعني الموضوع لآخره، لو كان النظام ضعيف وهش وهذه الدولة تمتلك كل تلك المقومات لما استطاع أن يدير هذه المقومات، ما هو كان هيفشل في إدارتها، وبالتالي كان هيبقى المصير مثلا أو المشهد زي ليبيا على سبيل المثال يا دكتور، عندها موارد ولها موقع ولكن محدش بيديرها. لا، أنا أختلف هنا دكتور، لأن في الأخير هناك إرادة إقليمية ودولية أن يبقى هذا النظام، وهناك إرادة إقليمية ودولية أن تبقى مصر مثل كما يقولون في بعض الأدبيات السياسية مثل الدولة الإسفنجة، لا يسمح لها بالغرق ولا يسمح لها بالنهوض، لأنه في الأخير إذا نهضت هذه الدولة فإنها يمكن أن تغيّر تشكيل خريطة المنطقة، بل ويمكن أن يكون تعيد تشكيل خريطة العالم، ليس من باب المبالغة ولكن هذه حقائق وتجارب ولدينا تجارب تاريخية كبيرة.
وفي الأخير هذا النظام يبقى قويا بدعم إقليمي ودولي، يبقى قويا من خلال مئات المليارات التي ترفقت عليه خلال السنوات الثمان الماضية، يبقى قويا من خلال الدعم الأمني واللوجستي والعسكري والسياسي والإعلامي الذي يحصل عليه من حلفائه الإقليميين، يبقى قويا من باب أيضا شركات العلاقات العامة التي تسوق وتحسن له صورته الذهنية سواء في الدول الغربية أو في الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى قويا أيضا من باب المصالح التي يوفرها لهؤلاء الشركاء أو الحلفاء الأوروبيين والإقليميين وبدعمهم يستمر. يعني هو نظام هش ولا نظام بيبقى قويا يا دكتور؟ حيرتني. يبقى قويا بدعم حلفائه، لو رفع حلفائه اليد عنه لسقط اليوم بهذا الوضوح، لو رفع الحلفاء الإقليميين اليد عن نظام عبد الفتاح السيسي الآن لانهار هذا النظام. طيب سؤال تاني دكتور، سيرجي لافروف جاي مصر بكرة هيقابل السيسي أو سامح شكري، ما الذي يمتلكه السيسي من أجل روسيا؟ ليه روسيا عايزة علاقات قوية مع مصر؟ لا، هي روسيا ليست فقط من مصر، طبعا كما أشرت دولة شديدة الأهمية وشديدة المركزية، ومصر أبدت بعض المواقف أو بعض التصريحات على الأقل أو كانت متحفظة أن تتخذ موقفا واضحا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية من ناحية، ولكن في المقابل أيضا روسيا تستطيع تحاول أن تخرج من أسر الضغوط التي فرضت عليها ومن أسر عزلة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها عليه. كان لدينا قمة ثلاثية الأسبوع الماضي جمعت الرئيس الإيراني والرئيس التركي والرئيس الروسي في طهران، وكانت معنية بدرجة مركزية بالملف السوري على سبيل المثال، ولكن في الأخير هناك أيضا ما يسمى بالقمة الروسية الإفريقية تعقد سنويا بين روسيا الاتحادية وعدد من الدول الإفريقية، وكانت القمة الأخيرة عقدت في موسكو العام الماضي، وبالتالي ملف المحاولة تعزيز الحضور الروسي في القارة الإفريقية، وخاصة أن هذه الزيارة لا تقف عند حدود مصر ولكنها تشمل أيضا إثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية. نعم. أعتقد أن جزء من إدارة هذه الجولة مرتبط بفك الحصار وكسر حالة العزلة التي تحاول الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين شنها ضد روسيا الاتحادية. ما الذي يمكن أن تحققه ويحققه النظام في مصر في هذه المرحلة؟ أعتقد أن الأمر قاصر على خطاب إعلامي وخطاب سياسي ولغة دبلوماسية لن تتجاوز ذلك في هذه المرحلة في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة وفي ظل الأوراق أيضا التي تستطيع طيب. الولايات المتحدة تحركها ضد النظام. تحدثت قبل قليل أن من أهم الملفات اللي روسيا يعني بتتحكم فيها هو ملف سد النهضة، أو لها أثر وثقل فيه، لها دور. طيب ليه النظام ما يلجأش للدعم الروسي في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا طالما أن روسيا تريد موقف داعم من النظام المصري لها في الأزمة مع أوكرانيا؟ هذا السؤال شديد الأهمية، يعني ابتزاز سياسي بين قوسين أو بين مصطلحين، أنت تريدين التعاون القوي والفاعل في الملف الأوكراني، نحن نريد دورك الداعم والفاعل في الملف الإثيوبي. نعم. أعتقد أن الأمر لا يقاس بهذه الصورة، لأن أعتقد أن أيضا من وجهة نظر شخصية أن روسيا ترتبط بإثيوبيا بملفات لا تقل أهمية واستراتيجية عن علاقتها مع مصر في هذه المرحلة. لا ننسى أن النظام السياسي في إثيوبيا كان يرتبط ارتباطا استراتيجيا وإيديولوجيا بالاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية لعدة عقود، هذا جانب. الاستثمارات الضخمة الكبيرة التي أيضا تمتلكها روسيا الاتحادية في إثيوبيا ملف شديد الأهمية. العلاقات أيضا الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بمركزية الدور الإثيوبي فيما يتعلق بمنظمة الوحدة الإفريقية باعتبار أن أديس أبابا هي المقر الرسمي لمنظمة للاتحاد الإفريقي، أعتقد أيضا ملف شديد الأهمية. الدور الإثيوبي الوازن في منطقة القرن الإفريقي وتأثيره على كل دول القرن الإفريقي أيضا تراهن عليه روسيا الاتحادية في هذا الملف. أيضا بجانب الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة التي تستثمرها روسيا الاتحادية سواء في إثيوبيا كدولة أو في سد النهضة كمشروع. وبالتالي اللافت أيضا أنه في مرحلة منذ تقريبا عامين عندما عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن في جلستين مختلفتين كان هناك رهان مصري على أن يكون لروسيا دور داعم ومؤيد للملف المصري أو للرؤية المصرية في ملف سد النهضة، رغم أن روسيا لم تكن في ذلك التوقيت في أزمة حقيقية كما تعاني الآن، ولكن كانت التصريحات الروسية شديدة الوضوح وشديدة الحسم أنه لا مجال لفرض عقوبات، لا مجال لمناقشة إثيوبيا في هذا الملف، وأن الطرف الوحيد المعني بإدارة هذا الملف هو الاتحاد الإفريقي. فكان فهم من المشهد بامتياز والتصريحات بامتياز أن الموقف الروسي ينحاز حرفيا تجاه إثيوبيا. طيب دكتور، في سؤال تاني الحقيقة، لما يلتقي السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيام ثم يلتقي بوزير الخارجية الروسي غدا،
ألا ينفي هذا كل التهم التي تلصق بهذا النظام بأنه نظام تابع للغرب وبأنه ينفذ أجندات تملى عليه؟ لا, لا ليس هذا دقيق, لأن فكرة أنه التابع للغرب, مصر في الأخير السيسي قام بزيارة روسيا عدة مرات, قام بزيارة الصين عدة مرات, فكرة تنويع الشراكات وتنويع العلاقات هذا مهم, ولكن تبقى العلاقات أيهما علاقات استراتيجية على سبيل المثال, ومن ولمن التبعية ولمن الهيمنة على عملية صنع القرار السياسي الخارجية في الدولة المصرية منذ 2013, ليس فقط منذ 2013, حتى خلال الفترة منذ 1981 حتى 2011 خلال فترة حسني مبارك, الهيمنة سياسيا واستراتيجيا وعسكريا للولايات المتحدة الأمريكية, ولا يمكن الفكاك من حالة التبعية للولايات المتحدة من جانب النظام في مصر ومن جانب غيره من النظم العربية في المنطقة إلا بإعادة الانضباط إلى قمة النظام الدولي, أو على الأقل بأن يكون هناك نظام دولي ثنائي القطبي في ظل استمرار الأحادية الهيمنة الأمريكية على قمة النظام الدولي. ومن وجهة نظر شخصية أن هذه الأحادية ستستمر لمدة 10 سنوات قادمة على الأقل, وتهيمن فيها الولايات المتحدة على مقاليد النظام الدولي وقمته, أعتقد أن النظام في مصر سيظل, إذا استمر هذا النظام خلال السنوات القادمة, فأعتقد أنه سيظل يمارس نفس السياسات التابعة للولايات المتحدة والمعسكر الغربي. طيب, الإعلام الناطق باسم النظام المصري أو الأذرع الإعلامية وعلى رأسها عمرو أديب, يعني مثلا خرج يوم المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني وقال لا يا جماعة إحنا بقينا في مكان تاني, احنا ادائنا حتى بيتكلم على السيسي في المؤتمرات الصحفيه في المحافل اللي زي دي مع دول اوروبيه او الولايات المتحده اداء مختلف, مصر اصبح لها اوراق قوه حقيقيه بتستطيع انها تفاوض, تستطيع انها تاخد وتلاقي وتطلب وهكذا, الى اي مدى متفق او مختلف مع ده؟ لا, هو الكلام فيه منطقيه ولكنه غير دقيق. منطقيه لان مصر تمتلك الكثير كما اشرت في البدايه, تمتلك فيما يتعلق باوراق القوه الاستراتيجيه موقعا ومكانه ونفوذا وتاثيرا, ولكن مصر اصبحت في مكان ثاني, لا اعتقد ذلك, لانها لو اصبحت في مكان ثاني لاستطاعت ان تفرض اجندتها السياسيه على الولايات المتحده الامريكيه وان تحافظ على علاقتها الاستراتيجيه مع روسيا الاتحاديه, ولكنها ليست في هذا المكان, في هذه المكان. عبد الفتاح السيسي عندما ظهر او شارك في مؤتمرات صحفيه يلاحقه دائما اشكاليه شرعيه واشكاليه ملف الانتهاكات الحقوقيه ويضطر للدفاع, وبالتالي انت لست في مكان اخر تمتلك فيه من اوراق القوه. الذي دفع عزز من مكانه هذا النظام في هذه المرحله ملف الازمه الاوكرانيه بطبيعه الحال, لان مصر تعتبر من اهم دول المنطقه تاثيرا ونفوذا في ملف الغاز الطبيعي, سواء فيما يتعلق بثرواتها الضخمه من الغاز الطبيعي او فيما يتعلق بعلاقتها الاستراتيجيه الان مع النظام القائم في دوله الاحتلال الكيان الصهيوني, وبالتالي هذه الملفات او هذه المكانه, لان اوروبا في ازمه حقيقيه نتيجه الازمه الاوكرانيه, ملف الغاز شديد الاهميه وشديد التاثير في حاضر اوروبا ومستقبلها, ولذلك تتعاظم أهمية البدائل التي يمكن أن تكون استراتيجية للقارة الأوروبية في ملف الغاز الطبيعي. طيب دكتور, أنا عايز أختم معاك الحقيقة بسؤال بره الموضوع, لكن هو موضوع الساعة الثانية اللي هفتح فيه اتصالات للجمهور. النهاردة 23 يوليو, 70 سنة على ثورة 23 يوليو 52, ما هي رسالتك لحكم العسكر؟ 70 سنة من الفساد والاستبداد, 70 سنة من التسلط والهيمنة, 70 سنة من الفقر والقمع والقهر عانى منها الشعب المصري خلال هذه السنوات, 70 عاما ومصر لم تتمتع بمكانتها التي يجب أن تكون عليها, 70 سنة من تدمير ممنهج لمقومات وأركان الدولة المصرية, 70 سنة من سرق للثروات وهيمنة على السلطة وهيمنة على الأفكار, 70 سنة عانت منها مصر بدلا من أن تكون في مرحلة 30 عاما منها, بدلا من أن تكون تابعا بعد أن كانت تابعا أصبحت تابعا للولايات المتحدة, أصبحت تابعا لتوابع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. للأسف الشديد لم نحصل كشعب ولم نحصل كدولة على ما يليق بنا من إمكانيات وما نتمتع به من قدرات وثروات في هذه المنطقة شديدة الأهمية, التي يمكن بالفعل إذا أحسنت إدارة ثرواتها لأصبحت ليس فقط قوة إقليمية ولكن قوة مؤثرة في النظام الدولي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. يعني مش عارف ممكن أنهي الحلقة خلاص كده, لكن بالتأكيد الساعة الثانية هي ساعة جمهور آخر كلام جمهور مكملين, بنسأل نفس السؤال اللي سألناه الدكتور عصام, بعد 70 سنة من حكم العسكر تقول إيه للعساكر, تقول إيه للناس اللي بيحكموا مصر من 23 يوليو 52؟ تابعونا.
على مواقع التواصل الاجتماعي فيها هاشتاج لطيف قوي اسمه ثورة 23 يوليو، فاحنا قلنا ما يصحش ان اليوم يعدي من غير ما نحتفل مع الدولة ونحتفل مع النظام ونحتفل مع المصريين ومع الضباط الأحرار ومع التاريخ المصري بسبعين سنة من حكم العسكر. ومحدش يزعل مني ويقول لي عسكر ومش عسكر، هم عساكر يا جماعة، دي مش شتيمة. يعني جمال عبد الناصر، حسني مبارك، عبد الفتاح السيسي، طنطاوي، السادات، ما هم كلهم عساكر. فلما بنقول 70 سنة من حكم العسكر احنا مش بنشتم حد، مش بنغلط في حد. اي نعم، هو الموضوع بقى سمعته مش ولا بد يعني، والهتاف بتاع يسقط حكم العسكر بقى بيزعل يعني، او كان بيزعل يعني، لان ما عادش حد بيهتفوا دلوقتي في الشارع بعد ما قفلوا الميادين. لكن هي حقيقة ان احنا النهاردة على موعد مع 70 سنة من حكم العساكر في مصر. لو العسكر بتزعلك خلينا نقولها لك بالجمع، العساكر، مجموعة من العساكر حكموا البلد على مدار 70 سنة، ومن 70 سنة طلعوا لنا 6 مبادئ لثورة يوليو. خلينا نشوفها مع بعض ونشوف كانت ايه مبادئ الثورة ووصلنا لفين دلوقتي من هذه المبادئ بعد 70 سنة. مبادئ ثورة يوليو كانت عبارة عن ايه؟ طلعوها لنا يا جماعة، نمسك كده واحدة واحدة ونشوف. القضاء على الإقطاع، جمال عبد الناصر الراجل البسيط اللي والده كان بسطجي قرر انه يحارب الإقطاعيين، الناس الأغنياء قوي، الطبقة الارستقراطية في مصر، ويقضي عليها تماما. بعد 70 سنة يا ترى قضوا على الإقطاعيين فعلا؟ هم قضوا على الإقطاعيين، بس هم بقوا الإقطاعيين. احنا أسفين، النمرة غلط، احنا خدنا فلوس الناس، قضينا على الاقطاع، الناس خدنا منها الفلوس ووزعناها على الفقراء، بس احنا خدنا نصيبنا يعني، شوية ذهب على شوية قصور على شوية كذا على شوية كذا، فخلاص بقينا احنا الدولة واحنا الاقطاع. فهم قضوا على الاقطاع لكن بقوا هم الاقطاع. طيب المبدأ الثاني من مبادئ ثورة يوليو من 70 سنة، القضاء على الاستعمار. الحمد لله طلعنا بريطانيا وواجهنا فرنسا وحاربنا اسرائيل، وبعدين هم استعمرونا بالاقتصاد وبالسياسة وبرؤساء بينفذوا اللي هم عايزينه وبقروض صندوق النقد، فبقوا بيتحكموا فينا من غير ما يحتلونا عسكريا. فقضينا على الاستعمار العسكري والحمد لله بقى عندنا استعمار اقتصادي وسياسي وفني وتطبيعي وكل حاجة. فقال لك هنقضي على الاستعمار بس هنجيبهم يحكموا البلد بطريقة تانية، هيستعمرونا بطريقة تانية، إسرائيل هتدخل تعمل عمليات عسكرية في سيناء وإحنا موافقين أو عاملين نفسنا مش واخدين بالنا، هنروح لصندوق النقد وهنروح لألمانيا وفرنسا ناخد منهم صفقات سلاح عشان يتحكموا في قرارنا باستعمار بطريقة مختلفة، هنروح لصندوق النقد الدولي عشان يدينا قروض يتحكم فيها بكل حاجة في البلد، استعمار بطريقة مختلفة. بس خلي بالك مبادئ الثورة ان احنا نقضي على الاستعمار، واحنا كنا رجالة وقضينا على الاستعمار. المبدأ الثالث القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. لا ما تكلمنيش بقى في دي، احنا دمرنا رأس المال، ما عندناش العائلة المالكة وما عندناش الأميرة الفلانية، فيش الكلام ده، بس بقى عندنا ضباط الجيش، بقى عندنا رجال أعمال بتوع الجيش، بقى عندنا رجال أعمال بتوعنا احنا. مبارك كان على ايامه في رجال اعمال، احمد عز والمجموعه اللطيفه اللي كانت معاه، دلوقتي عبد الفتاح السيسي بقى عنده كامل الوزير ورجاله الجيش بتوعه ورجال الاعمال اللي حوالين الجيش. فاحنا هنقول لك من 70 سنه ان احنا جايين نسيطر او نقضي على سيطره راس المال على الحكم، لكن احنا هنبقى راس المال واحنا هنبقى الحكم. اقامه جيش وطني قوي، لو اتكلمت على دي بقى راجل خاين ومن اعداء الوطن، مش كده؟ عملوا جيش وطني قوي الحقيقه، جيش وطني وجيش قوي وسلحوه وتصنيفه العاشر على مستوى العالم وهو الجيش الأقوى عربيا، لكن بيعمل إيه بقى؟ هل من الوطنية أن هذا الجيش يشتغل بالاقتصاد ويحتكر الاقتصاد ولما يقرر يحارب حد يحارب ولاد بلده؟ هل الجيش الوطني هو الجيش اللي بيعمل مذبحة بيقتل فيها 800 واحد في رابعة؟ هل الجيش الوطني هو الجيش اللي بيقتل الناس قدام الحرس الجمهوري وبينزل يقتل الناس في الشوارع؟ هل ده الجيش الوطني؟ ده سؤال مهم. فإحنا بنعمل لك جيش وطني قوي، أيوة عملتوه، لكن وجهتوا سلاحكوا لصدورنا إحنا، لصدور ولادكوا، وبالتالي في شوية أسئلة على قصة الجيش الوطني. إقامة عدالة اجتماعية، طبعا عملنا عدالة اجتماعية إزاي يا بيت؟ احنا كان عندنا 3 طبقات في مصر، طبقة الأغنية والطبقة الوسطى والفقراء، فاحنا قررنا نعمل عدالة اجتماعية، ما عندناش ألوان رمادية، عندنا يا أبيض يا أسود، فقررنا ندمر الطبقة المتوسطة، نخلي البلد يا إما أغنية يا إما فقراء، ما عندناش حاجة اسمها وسط، احنا ما بنفهمش في الوسط، احنا عساكر، احنا عندنا أوامر، جايين ننفذ أوامر،
فخلينا طبقة غنية اللي هي احنا، اللي هي الحكم، اللي هي الجيش، اللي هي الشرطة، اللي هي القضاء، اللي هم المستشارين، اللي هم رجال الأعمال، اللي هم الإقطاعيين الجدد، اللي هم سلموا البلد للاستعمار، اللي هم سيطروا على رأس المال وعلى الحكم في البلد، اللي هم عملوا جيش وطني سيطر على كل حاجة، والعدالة الاجتماعية بمفهومهم ان هم يبقوا أغنياء وباقي الشعب يبقى فقراء. دي بقى هي النكتة اللي حبيت أختم بيها موضوع مبادئ الثورة الستة. إقامة حياة ديمقراطية سليمة، طبعا طبعا عندنا حياة ديمقراطية سليمة من أيام جمال عبد الناصر يا جماعة، اللي عملوا في عبد الحكيم، واللي عملوا في محمد نجيب، وبعد كده السادات، وبعد كده حسني مبارك وكان عايز يورث لجمال، وبعد كده المجلس العسكري، ووصولا إلى الانقلاب العسكري وعبد الفتاح السيسي. إقامة حياة ديمقراطية سليمة، الجملة دي ما تمشيش أبدا مع المجموعة دي. ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية مع العساكر، لأن العسكر ما بيعرفش رأي ورأي آخر. جميل، دي كانت إيه؟ كانت مبادئ الثورة. طيب أهلا بيكم، ونبدأ الاتصالات مباشرة. معنا عبد الله من مصر، أهلا بيك يا عبد الله. أهلا، إزيك يا دكتور، عامل إيه؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أيوة دكتور، تفضل. أقول لحضرتك يا دكتور، إحنا دلوقتي الحقيقة يعني ما بتتعالش، الحقيقة إن إحنا بقالنا 70 سنة محتلين، دي الحقيقة اللي للأسف الناس يعني ما عرفش غفلة عنها ولا مش عارفين إيه. فإحنا 70 سنة بالضبط كده إحنا محتلين، مصر محتلة بقالها 70 سنة. طب احنا بنعمل ايه مع الاحتلال ده؟ ما بنعملش حاجه، يوم ما بنخرج له حتى بنخرج له السلميه، بنقول له السلميه. طب ليه؟ ده احتلال. لو انت مش مصدق، هات اللي حصل في اسرائيل، عملوا ايه مع 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 العساكر لما دسوا عليهم بالدبابات، وهات اللي حصل في رابعه العدويه، وهات اللي حصل في نهضه، وهات اللي حصل في رمسيس، وهات اللي حصل في مسبيرو، هتلاقي هو ده هو ده. يعني احنا بقالنا 70 سنه محتلين بالظبط. يا ريت احنا نفهم كده ونتعامل مع المحتل ده بالطريقه اللي هي تناسبه والطريقه اللي ترضي ربنا، مش بالسلميه اللي انتوا واخدين عليها كلكم للاسف. ما تزعلش مني، انا بقول كلمه حق لوجه الله. عندك استعدي الكلام ده تفهموه وتتعاملوا مع المحتل بطريقه ترضي ربنا وتجاهدوا في سبيل الله. عندكم ما عندكمش استعداد هتفضلوا محتلين كده على طول. شكرا جزيلا لك يا عبد الله من مصر، اشكرك شكرا جزيلا. هل معانا متصلين تاني؟ محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا دكتور اسامه. اتفضل، اهلا وسهلا. دكتور اسامه، سامعني حضرتك؟ سامعك يا محمد، اتفضل. يا دكتور، كان الشرط الاساسي لزوال الاحتلال الانجليزي عن مصر كان انشاء جيش مصري قومي. ليه بقى؟ للاحتلال بالوكاله يا دكتور. هم احتلونا بالوكاله. تخيل حضرتك احنا كمصريين لو ماشيين في الشارع لقينا دبابه عليها العلم الامريكي، هنعمل فيها ايه؟ طبعا عدو، لكن لما نلاقي دبابه عليها العلم المصري يبقى احنا كده ايه؟ هم عملوا اللي هم عايزينه، احتلال بالوكاله يا دكتور، احنا محتلين. على فكره يا دكتور، انا كنت ضابط في الجيش المصري والله. اقسم لك بالله العلي العظيم ان الجيش المصري، اقول لحضرتك ايه بس، الجيش المصري يا دكتور احتلنا. احتلنا، احتل اقتصادنا، احتل حياتنا، احتل كل شيء. 80% من اقتصاد مصر في ايده. يا دكتور اسامه، والله والله لا خلاص الا بزوال حكم العسكر. شكرا جزيلا لك يا محمد، اشكرك جدا. معنا محمد من مصر ايضا، اهلا بيك يا محمد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. استاذ اسامه، اتفضل يا محمد. والله حكم العسكر ده سرطان في الدوله. ولازم استئصاله. ده دمار وخراب، 70 سنة دمار وخراب وفقر وذل وعمالة ودمار للدولة والشعب. الدولة خربت في حكم العسكر خالص. لازم الناس تفوق والناس تعرف ان دول اعداء الوطن. شكرا جزيلا ليك يا محمد. معنا ابو عبد الرحمن، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني أنا بحاول أتصل بساعتك من كتير، بس المهم الحمد لله أن كلمتك. أنا من 52، سمعني؟ سمعك. دكتور أسامة معايا ولا مين؟ أنا معاك يا أبو عبد الرحمن، اتفضل كمل. بقول لحضرتك، أولا أم الرشراش اتنازل عليها العسكر ليل صهاينة، ده بعد 52. غزة اتنازلوا عنها العسكر بعد 52،
جزر باب المندب اللي هي معانا مصرية من حتشبسوت، مصرية مصرية من الفراعنة، اتنازل عنها العسكر في حرب اليمن اللي احنا خسرنا فيها الجلد والصائزن بيقولوا، وحرب ما كان لهاش لازمة لينا غير العنجهية وان انا بطل القومية العربية. واحنا شفنا ايام، يعني انا راجل كبير كبير في السن، وانا للأسف للأسف بس الحمد لله، انا بقول للأسف بس للحمد لله، انا كنت اعلامي قديم، اعلامي يعني، المهم كنت بشتغل في الإذاعة، فانا عارف الحقيقة وشايفها، شايف البيض الابيض والاسود اسود غير الناس كلها، الناس كلها مش شايفة الابيض ولا اسود. ايه؟ ان احنا سحرة فرعون، احنا الاعلام سحرة فرعون، بنقول لهم الاسود ابيض يصدقوا، نقول لهم الابيض اسود يصدقوا، لان احنا بنزلنا على ودانهم وهم للاسف ماشيين ورانا. طب هنعمل ايه؟ لان احنا جالنا تعليمات وبناخد الكتالوج، انت عندك يجي لك ورقه مكتوب فيها الخبر تقراه، ولو غلطت في حرف، انا كمذيع لو غلطت في حرف ممكن اروح على الشمس. طيب شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الرحمن، بشكرك جدا. محمد من الامارات، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك دكتور اسامه، اتفضل. ربنا يقويك يا رب، ربنا ينصرك. كان في حاجه غريبه جدا انا كتبتها على الفيسبوك يمكن امبارح. انا شايف انه المفروض يحصل تصنيف جديد للثورات في علم السياسه. يعني احنا عارفين ان في ثوره عمال، في ثوره طلبه، في ثوره جياع، المفروض بقى في حاجه جديده اسمها الثوره المصريه، دي ثوره جيش. يعني الله عرفه ان الشعوب المدنيه هي اللي بتعمل ثورات، انما اول مره نلاقي جيش عسكري هو اللي بيعمل ثوره في 23 وفي 30 يونيو، فدي حاجه جديده طبعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، واحنا صغيرين، انا الحمد لله دلوقتي عندي عديت ال 40 سنه، بس وانا صغير انا فاكر انه التعليم كانوا بيعلمونا انه ثوره 23 يوليو قامت عشان من ضمن الحاجات بتاعتها او من ضمن الاهداف بتاعتها مجانية التعليم، وان التعليم كان مش متاح للشعب، انه كان متاح للناس الاغنياء بس. بعدين قعدنا نتفرج على الافلام زي مثلا رد قلبي، فلقينا اولاد الجنايني واحد منهم بقى ضابط جيش والتاني ضابط شرطة، وهم دول اللي قاموا بالثورة بعد كده. طب منين كان في مجانية التعليم، ومنين اولاد الجنايني بقوا ضباط جيش وشرطة؟ فدي حاجة عجيبة جدا. فطبعا التعليم كان بيأثر في عقول الناس، وأنا من الناس اللي اتأثرت بالحاجات ديت، والحمد لله ربنا نور لي بصيرتي دلوقتي. شكرا جزيلا ليك محمد من الإمارات. إبراهيم من الجزائر، أهلا بيك إبراهيم. إبراهيم من الجزائر، أهلا بيك. طيب شكرا إبراهيم. أبو محمد من مصر، أهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم، حضرتك سامعني؟ عليكم السلام، سامعك كويس، تفضل. حضرتك دي هو احتلال بالوكالة. حضرتك هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي كان ليه كتاب اسمه Victory Without War، هو بيقول ان الاحتلال المباشر بقى فيه خسائر كثيرة جدا، اما الاحتلال اللي هو بالوكالة اللي هو غير مباشر بيبقى صعب جدا الخلاص منه، وده بيقدم المصالح المفترض منه، زي بالضبط الحملة الفرنسية لما جت على مصر. نابليون لما خرج هو اللي رشى محمد علي وزكاه عند الدولة العثمانية، فمصر مكتوب لها انها تبدل احتلال بالوكالة. حضرتك هلك سمعني؟ سمعك كويس، تفضل. فهو القدر كمان. حضرتك بص، المشكلة اللي كمان في ايام الثورة، مش ايام الثورة، هي يعتبر هبة في 25 يناير، ان كنا في شعار كده مش عارف الناس ما تفتكر، ان هو نص ثوره يعني انتحار. احنا دلوقتي حضرتك في نص ثوره فعلا، بعد ما النظام صفى مواقفه مع الاخوان ومع الليبراليين، دلوقتي في عقاب للشعب على كل الاصعده في كل مناحي الحياه، فنص ثوره يعني انتحار، واحنا حضرتك في الانتحار دلوقتي. شكرا جزيلا لك يا ابو محمد من مصر. نص ثورة هي انتحار. رسالة بتقول: أقول كلمتي للعسكر، أوصلتمونا إلى الهاوية، وهذا قد بدأ منذ 52. ما فعلتموه مع محمد نجيب، إقامته الجبرية، أصبحنا نتمنى
حكم الاحتلال أفضل من حكمكم هذا، انظر إلى الإنجليز ماذا فعلوا عند احتلالهم لنا واحتلالكم الآن لنا. على سبيل المثال الدولار من 70 سنة كان يعادل 25 قرش، كيف أصبح الآن منذ انقلابكم؟ أنتم تحمون العدو من الشعب وليس الشعب من العدو، لقد دمرتم كل شيء جميل في هذه البلدة الجميلة، أصبح الشعب يتمنى حسني مبارك وهو سيء لوجود الأسوأ الآن، عودوا إلى ثكناتكم قبل فوات الأوان. أشكرك والله على الرسالة المفصلة الحقيقة اللي فيها كلام كثير جدا. أحمد من مصر، أهلا بك يا أحمد. الله يخليك يا دكتور، دكتور أسامة. أهلا وسهلا حبيبي يا دكتور أسامة، منور الدنيا. أقسم بالله أقسم بالله بسمع البرنامج كل يوم فرحان، مع إن إحنا ميتين في مصر. والله يا دكتور والله والله بفرح عشان أستنى البرنامج، أنتوا اللي مدينا أمل. أقسم بالله أنا متصل عشان أبارك لك. والله نفسي أوصل لك من قبل ما القناة تيجي، وأنا نفسي أكلمك يا دكتور. ألف ألف مبروك، إحنا ميتين. بوجه كلمة للناس اللي في الجيش، الشرفة الشرفة دلوقتي يصحوا يا جماعة، انقذونا انقذونا. بس يا دكتور انت منور الشاشة، اقسم بالله منور الشاشة، ربنا ينصركم وترجعوا مصر منصورين، انت والاستاذ محمد نصر وكل اللي معاك. مع الف سلامة يا دكتور. اشكرك جدا يا استاذ احمد، ربنا يخليك والله على كلامك الجميل. يعني ام محمد من سلطنة عمان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور اسامه. انا بتابع قناه مكملين من يوم ما بدات، انا من مواليد 1973. تمام تمام. احنا مصر بالنسبه لنا هي ام الدنيا وابو الدنيا وكل شيء في الدنيا بعد ربنا. لما انهارت مصر انهارت الامه العربيه، لما انهارت مصر انهار معاه الاسلام. من يوم ما دخلوا العسكر ومسكوا مصر، هم احتلوا مصر واحتلوا كل دولة عربية وإسلامية معاها. يا رب يا رب إنه مصر تنتصر وتتخلص من هذا الاحتلال اللي هو جاي بالبروكسي أو بالنيابة عن الغرب، أساس الدول الإسلامية والعربية تبدأ أيضا يعني تشم هوا، تخلص من هذا الاحتلال وترجع تحس بالحرية وبالكرامة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عطانا إياها من غزوة بدر، وإحنا انحرمنا منها في العصر الجديد. أنا من مواليد 73 وما زلت مقهورة لغاية الحين. شكرا دكتور أسامة. شكرا جزيلا أم محمد من سلطنة عمان. حسام من السعودية، أهلا بك حسام. حسام حسام معنا؟ يا حسام اهلا وسهلا. استاذ حسام اهلا وسهلا. الحمد لله والله المصري مظبوط. يعني لا الصوت بيقطع يا حسام. اشكرك جدا يا حسام من السعودية، حاول تتصل بينا ثاني، الصوت بيقطع جدا الحقيقة، مش عارف اسمع اي حاجة. قطب من ايطاليا، اهلا بك يا قطب. السلام عليكم استاذ اسامة. عليكم السلام. الو اهلا وسهلا يا قطب، اتفضل. الصوت بعيد قوي قوي، سامعك بسيط بسيط. عموما انا حقول الكلمتين اللي عندي وخلاص. والله يا استاذ اسامة انا مغترب بقالي 43 سنة في ايطاليا، 43 سنة وقاري القصص ومطلع على كل حاجة، عارف عندي غصة من اللي بيحصل في مصر، غصة في جوايا وحزن كبير، مانيش شايف أي ضوء أمل، أي ضوء أمل خالص. حتى لو قمنا بثورة تاني هيرجعوا الدهوك، وأنا لا محسوب على دول ولا محسوب على دول. أنا راجل مدني مدني، أحب دولة القانون والدستور وانتخابات. ومش عارفين نخرج من المولد اللي احنا فيه ده ازاي، احنا في ورطة، الشعب كله في ورطة. طيب شكرا جزيلا لك يا قطب من إيطاليا. المصري معنا من مصر، أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ أسامة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يكرم أستاذي. هو حضرتك ما فيش جديد دلوقتي عن 23 يوليو سنة 52 و 23 أو 37 في 2013، الاثنين واحد حضرتك.
بس هو الفرق حاجتين، ان احنا كان قبل 23 يوليو سنه 52 كان عندنا عدو ظاهر اسمه الاستعمار، انجليزي ولا فرنسي ولا نقدر نقاومه، وكان في معتقلات لان ده استعمار فمش هيعاملنا باحترام. لكن بعد 23 يوليو 52 بقت المعتقلات للمصريين واللي بيشرف عليها مصريين. الست اهداف اللي حطوهم في 23 يوليو المفروض نكتب قدامهم كده النفي بتاعهم، مفيش حياه ديمقراطيه، مفيش عداله اجتماعيه. طيب. مفيش قضاء. طب اقول لك حاجه مصري فرصه وانت موجود معايا، في رساله جايه لي الحقيقه، هي رساله يعني واضح انه حد زعلان مني قوي، فبيقول لي السلام عليكم، قمت بشرحه عن ثورة 23 يوليو مخالف للحقيقة، فأنت ذاتك استفدت من ثورة يوليو، لولاها ما كنتش دخلت كلية طب أسنان. الثورة ليها أخطائها لكنها غيرت تاريخ الشعب المصري، علما بأنك تقيم بتجني ولم تلتزم الحيادية لنعرف الحقيقة. الجماعة التي تنتمي لها 90% من أفرادها لولا ثورة 23 يوليو ما كانوش وصلوا التعليم الجامعي. أتحداك أن تسمح لي بالرد على الإفك والظلم اللي أنزلته على ثورة 23 يوليو. لأول مرة تكشف عن وجهك الحقيقي هو أن جماعتكم للحكم. أنا هرد على الجزء الخاص بي بس بعد ما أعرف تعليقك مصري في قصة مجانية التعليم، وهي قصة انه لا، لولا الثورة، لولا ثورة يوليو ما كانش حد دخل جامعات في مصر. ايه رأيك؟ طب يا فندم ما هو اللي قاموا بالثورة في 23 يوليو دول ما هو تعلموا في مجانية التعليم ايام الملك فاروق، وكان التعليم بتاعنا تعليم محترم جدا، وهم ذاتهم خدوا مجانية التعليم واولادهم خدوا مجانية التعليم واستفادوا بمجانية التعليم. هما يعني جن محكمونا كده، كانوا بيدخلوا شرطة وعسكرية من غير واسطة، بدليل ان هما كانوا ضباط. انا ما قدرش دلوقتي ادخل شرطة، ما قدرش ادخل عسكرية، مش عملية اني لا لازم واسطة ولازم فلوس ولازم ولازم ولازم. هو بيكذب نفسه ليه؟ إيه؟ طب ما هو اي واحد هيحكم البلد حضرتك ما هو لازم يعمل مجانية التعليم ويعمل رخاء للناس، امال هيجي يحكمنا بناء على ايه؟ مش لازم يقدم لنا كده مصوغات التعيين بتاعته؟ هو استفاد. اللي بيكلم حضرتك دلوقتي ده لولا مجانية التعليم برضو ولاده مش هيتعلموا، ولا ايه حضرتك؟ فهو بيناقض نفسه. صدقني طيب. حضرتك احنا مفيش. انا بشكرك جدا مصري، شكرا جزيلا ليك على الرد. الأستاذ اللي بعت الرسالة، بس خلينا أعلق على كذا جزء خاص بيا. هو مصر رد عليك في قصة مجانية التعليم، عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات ما هم دخلوا حربية في مجانية التعليم. هو أيام الملك كان التعليم كله أصلا كده، كان الناس بتدخل عادي يعني من غير واسطة ومن غير أي حاجة، فالناس دي وصلت إزاي لمجانية التعليم؟ فدي أول حاجة. الحاجة التانية، أنا الحقيقة مش يعني معلومة، أنا آسف إن أنا بوسط لك القصة، بس أنا والله كنت طب أسنان خاص يعني، ولا أخجل يعني إن أنا أقول الكلام ده. كان بيني وبين طب أسنان 1% تقريبا، وأبويا جي معايا شفنا الورق فحس إن أنا مظلوم في 1% في الدرجات في امتحان الفيزياء تقريبا، فقرر إن أنا أدخل جامعة خاصة يعني. فأنا ما خدتش مجانية التعليم، أنا داخل تعليم خاص. فدي النقطة التانية. النقطة التالتة بقى في قصة تقيم بتجني ولم تلتزم الحيادية. يا جماعة بالله عليكم يعني خلاص بقى، يعني بجد خلاص والله. يعني الفكرة بتاعت المهنية والتجني، روحوا اتفرجوا عليا الأول كم سنة اللي فاتوا وتابعوني كويس، وبعدين حد يبعت لي رسالة زي دي، التجني والمهنية والمش عارف ايه. الموقف بتاعي واضح لكن الحمد لله الواحد احسب ان هو بيلتزم بالمهنية في الاعلام يعني. الحاجة التانية بقى، الجماعة اللي انت بتنتمي لها 90% من اورادها من افرادها لولا ثورة 23 يوليو ما كانوش وصلوا تعليم جامعي. انا مش عارف مين الجماعة اللي انا بنتمي لها. لو بتكلم على الاخوان فانا قلت الف مرة يا سيدي، انا مش اخوان مسلمين يعني، وان كانت مش تهمة بس عشان الناس تبقى فاهمة هي بتتكلم مع مين يعني. قصة المن بمجانية التعليم زي ما قلت لك وزي ما قال لك مصري، الناس بتوع الضباط الأحرار أصلا كانوا متعلمين في مجانية التعليم أيام الملك. طيب معنا سدين من الجزائر، أهلا وسهلا. عليكم السلام أخ أسامة. عليك السلام، أهلا وسهلا. يا أخي أنا عندي أمر راني مستغرب فيه يعني درجة كبيرة ياسر. احنا في العالم العربي تأثرنا ياسر بالدعاة والعلماء تاع مصر، أثروا علينا ياسر يعني في في المفهوم الديني الواسع يعني. انا مستعجب كيفاش الحكام تاعكم تاع مصر ماهوش مستوعبين القصة تاع انه سيموت وسيلقى الله وسيحاسب على كل شيء. كيفاه واحد يهز مسؤولية 100 مليون عبد؟
مئات مليون عبد يوم القيامة يحاسبوا على الصغيرة والكبيرة. هل أنا عايز أقول لك، يا سيدين أن عبد الفتاح السيسي قال أنه سيقف أمام الله عز وجل وعنده استعداد يحاسبه على كل حاجة عملها، يعني ما عندهش مشكلة. طبعا 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 سيقف وسأقف وستقف، أكل سنقف أمام الله أكل. طيب. ما كاش عبد لا يوقف أمام الله وسيحاسب. لكن اللي هو غريب أن مصر هي بلاد علماء ودعاة عظماء. شكرا جزيلا لك يا سيدين من الجزائر، أشكرك. أبو عمر من مصر، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور، ازي احوالكم؟ اهلا وسهلا. منورين الدنيا كلها، ربنا يخليك. اولا الموضوع بتاع النهارده موضوع شيق ودسم جدا جدا. اللي يبص الحكم العسكر يعمل مقارنه ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه فين وكوريا الشماليه فين؟ دول مجموعه فشل يا دكتور. انا هضرب لحضرتك مثال. لو راجل عنده 10 من الابناء، 9 اذكياء وواحد غبي، يحكم الغبي في أمر التسعة ويقول له دير شؤون إخواتك ودير شؤون البيت، ده غبي ب47%، لا يستطيع أن يدير كشك سجاير. ودول فشلة، والدليل على كده المشاكل الداخلية اللي موجودة. عمر أسألك سؤال بلسان واحد اعتبرني من مؤيدي الثورة يوليو، يعني وشايف انها جابت الخير لمصر، اعتبرني واحد منهم. هقول لك يا سيدي، لو هم فشلة كان عبد الناصر خلاص حكم كم سنة وراح وسقطت القصة كلها وجي نظام تاني، انما لا احنا بنتكلم في 70 سنة. فهل معقول بقالهم 70 سنة فاشلين ولسه بيحكموا مصر؟ يا دكتور الشعب مقهور، الشعب مغلوب على امره. يا دكتور، والدليل لو في 5-6 طلعوا في الشارع بيحركوا جيوشهم كلهم. ما سمعتش حضرتك بقول لك احنا ضابطين الجيش ان هو ينتشر في مصر في خلال 6 ساعات؟ يا دكتور، يا دكتور، دول عالم اهم حاجه عندهم الكرسي. ان شاء الله البلد كلها تخرب، ما بيدوروش على شعب مسكين عايز يعيش ولا مريض عايز يتعالج. بشكرك جدا يا ولا لقمه من مصر، شكرا جزيلا. رسالة من محمد فرجاني من مصر بيقول لي: عسكر مصر منذ انقلاب 52 إلى اليوم قامت ضد مصر وشعبها بتجهيل وإفقار، تجويع الشعب المصري، قاموا بتدمير الحياة السياسية في مصر، تدمير التعليم، تدمير الصحة والاقتصاد، تدمير الإنسان. هذا ما قام به عسكر مصر في حق مصر وشعبها. واقرأ رسالتي بعد إذنك، أنا قرأتها. أشكرك على الرسالة. في رسالة تانية بتقول: احنا في احتلال داخلي، هؤلاء منبع الفساد. طيب ارجع للمتصلين. محمد من مصر، اهلا بك يا محمد. تلفزيون يا محمد لو سمحت، وطي التلفزيون. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ اسامة؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. انا مبسوط ان انا اتكلمت معاك. ربنا يخليك، شرف ليه. انا عايز اتكلم في نقطه صغيره مش هضيع وقت حضرتك يعني. اتفضل. هو بالنسبه للقوات المسلحه والله فيها ضباط محترمه جدا طبعا، منهم واحد من عيله حضرتك. لو الشعب المصري عنده ثقافه في الطريق العيلات هيجي هو بيقرا الاسماء الحقيقيه فيهم: محمود، محمد، جويش. الناس دي يعتبر ماتت عشان خاطر مصر. ولكن السيئة بتعم والحسنة بتخص. تسمعني حضرتك؟ سمعك تفضل كمل. اللي كل عايز اقوله ان المؤسسة العسكرية فيها ناس ابطال وناس كويسة جدا، بس هي الايام قلبت علينا ناس من اعلم بها غير ربنا. ان شاء الله مش هتطول يعني، ان شاء الله بعون الله مش هتطول، ومصر عيد فيها ناس محترمه في الكوات المسلحه. بشكرك جدا محمد من مصر. طيب انا في رساله عايز اقراها، بس انا الحقيقه مش هكملها للاخر، انا هقرا من الاخر للاول. للمره الثالثه رد على الرساله، فين الراي والراي الاخر؟ لماذا تتجاهل الرد على الرساله؟ رد على الرساله يا اسامه. بصوا حضراتكم، انا هقرا لكم اول سطرين وهتعرفوا انا ليه الرسائل اللي زي دي مش هينفع اقراها.
يا أسامة، هناك فرق بين العسكر والجيش، فلا يوجد عسكر في مصر، لأن معنى كلمة عسكر الجندي المرتزق الذي يعمل مقابل المال مثلكم تماما. أنت كاتب 8 أو 9 سطور بعدها، بس اللي أنت كاتبه ده قلة أدب، أنا آسف يعني، ده مش رأي آخر، ده اسمه قلة أدب. لما أنت تبعت تقولي أن أنا مرتزق وأن أنا كذا وباخد فلوس ومش عارف إيه، طب أنت عايز نشتبك مع ده إزاي؟ يعني ما هو هذا المستوى المنحط من الحوار، أنا مش هينفع أرد عليه بالمثل على الهوى، فهضطر أن أنا أتحفظ وأقول لك لأ أو أصل ما ينفعش. فأنت عايز تتناقش في إيه؟ مش فاهم. أنت واحد باعت أول سطر بتقول لي أنت كذا وبتاخد فلوس كذا أنت عايزنا نتكلم معاك في إيه؟ مش فاهم أي حوار ده. أنا جماعة قلت الحوار المنحط ده أنا ما بعرفش أعمله، يعني ما بعرفش أنزل للمستوى ده على الهوى، مش هينفع. مش هينفع تقول لي يا مرتزق، أقول لك وأنت مرتزق وأنت مش عامل كده، ما بعملش، مش ستايلي يعني. في ناس بتعرف تعمل ده، انا بعرف اعمله يعني، بس ما بحبش اعمل ده على الهواء. ما ينفعش ان انا ادخل معاك في السجال الحقير ده والمنحط ده على الهواء بالشكل ده. الناس يعني الناس عايز تتفرج على حاجه فيها محتوى راقي، فيها محتوى محترم، فيها محتوى كذا، انما المستوى ده انت عايزني اشتبك معاك في ايه؟ فارجوك يعني لو هتبعت رسائل فيها راي هقراه وهناقشه وهتكلم فيه، هتبعت رسائل فيها شتيمه ما طبيعي ان انا اتجاهلها، فما تقعدش ايه تبعت رد على رساله رد على رساله رد على رساله، مش هرد يعني. نرجع للاتصالات تاني. محمود من مصر، اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك يا استاذ هشام. اهلا وسهلا. انا عايز اقول لحضرتك بعد 70 سنه من حكم مصر اللي العسكر دمر مصر اقتصاديا، كل حاجه، كل المجالات كل انواع المجالات، كل حاجه في البلد اتدمرت بعد 70 سنه. كنا ايام زمان ايام الملك كانت مصر بتبيع القطن وكان فيها خير، وكان الجنيه زي ما قلت حضرتك زي ما حضرتك قلت ب4 دولار. النهارده حبس ولا حرك، كل حاجه اتدمرت. الجيل اللي طالع متدمر اخلاق ومتدمر كتفكير ومتدمر كاحلام، كل حاجه بايظه. بس كده يعني، انا حابب اقول ان هو ده اللي حصل بعد 70 سنه من حكم العسكر. شكرا جزيلا لك يا محمود من مصر. رساله بتقول يا دكتور اسامه، العسكر 70 سنه ارسى قواعده الثلاث عشان يفضل جاسم على انفاسنا، الا وهي الجهل والفقر والمرض، افسد التعليم والصحه ومنظومه العمل، كل ده عشان يستمر في العماله والخيانه والوكاله في سبيل جعل الأمة العربية لا حول لها ولا قوة، أمة منهكة ومستهلكة ومريضة. شكرا جزيلا ليك على هذه الرسالة. واحد بيدعي بيقول ربنا ياخد العسكر ويريحنا منهم. طيب معنا أحمد من هولندا، أهلا بيك أحمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا. طبعا هي أنا بالنسبة لي ده انقلاب، ولي على الملك وعلى الدولة المصرية وليس بثورة. وتاني حاجة انقلاب بعد كده على محمد نجيب. ولو موجود العسكر من 70 سنة كانت مصر الآن في مكانة متقدمة بين دول العالم. وفي جميع المجالات، التعليم واسأل اليابان، والصحة والصناعة والزراعة والإنتاج. كان تمام دلوقتي دخل الفرد المصري كان يعادل دخل أي دولة كبيرة مصنعة منتجة غنية الآن. فده حكم العصر أن يكون في إنسان حر وإعلام حر، ما يكونش في قبضة أمنية، في قتل، في سجن، في معتقلات، ما فيش مسلسلات تلمع جيش وتعمل ويصنع لنفسه بطولات بطريق المسلسلات والأفلام. ولكن في الحقيقة ما ننساش 67 واليمن اللي دفعنا فيها الثمن غالي جدا. تاني حاجة، فين دم الشهداء من العسكر واللي هم الضباط؟ نعم يا فندم، اتفضل يا احمد كمل. بقول لك بالنسبة للضباط والعساكر اللي استشهدوا في 67 احياء وطلع عليهم الدبابات الكيان الصهيوني المحتل، اللي هم اللي قال لك في القاهر والظافر وهنطلع في تل ابيب وببعاد تل ابيب، واحنا خلاص على وجه دبل ابيب، واحنا طياراتنا ودباباتنا وعساكرنا بتتدمر. شكرا جزيلا يعني ليك احمد من هولندا، بشكرك جدا. اقرا بس بعض الرسائل. العسكر لما مسكوا البلد وهم واكلينها، العسكر وظيفتهم يحموا الامن القومي، يحموا ثورات البلد، مش يشتغلوا في الاقتصاد والمكرونه.
رسالة من نورة من الإمارات: يا شعب مصر العظيم، المؤامرة تستهدفكم، لازم تتحركوا. يعني بتدعو المصريين للتحرك والثورة. طيب رسالة برضو كلها شتيمة: يا جماعة ارحمونا لو سمحتوا، لو إنجازات 23 يوليو هي دي بس لازم نرفع القبعة. تحرير الوطن من الاحتلال البريطاني، تأميم قناة السويس وإعادتها للسيادة المصرية، بناء السد العالي، مجانية التعليم، انتشال الشعب من شعب الحفاة إلى شعب له أدميته. يعني مش متأكد من دي قوي. الإصلاح الزراعي وتوزيع الأرض على الفلاحين، إنشاء 1200 مصنع، التأمينات والمعاشات، التأمين الصحي. طب ايه رايك؟ يعني هو انت بتقول ثوره 23 يوليو انتهى دورها في سبتمبر 70، وما حدث بعد ذلك انهيار الدوله المصريه. ما هو اللي حكم بعد 70 دي، لو انت فاصل ما بينهم، يعني هو اللي القى بيان الثوره لو انت مش واخد بالك. هو انور السادات كان مين؟ مش كان جزء من الضباط الاحرار؟ اللي انت قلته ده انا رديت عليه في المقدمه، فمش عايز اعيده تاني. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ارجع للاتصالات. معتز من مصر، اهلا بيك يا معتز. ماشي، تفضل يا معتز. ماشي. شكرا جزيلا. معتز انت على الهواء. معتز. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا يا معتز. ماجد من مصر، اهلا بك يا ماجد. اهلا يا دكتور اسامه. اهلا وسهلا، تفضل. أنا بس هتكلم في نقطتين بس، في محادثة كده يعني رسالة حرقت دمي، فهتكلم في نقطة ثالثة سريعا. اتفضل. المستوى الفكري بتاعك أعلى مني بكتير. لا يبقى الوضع الطبيعي إن أنا ما عنديش تولز، ما عنديش أدوات إن أنا أناقشك فأشتمك. أدي أول نقطة. تاني نقطة، قبل أيام الملك الفاسد الحرامي أعرف ناس على صلة بي كانوا بيسافروا إنجلترا من غير فيزا وياخدوا الجنيه المصري معاهم يحولوه هناك. بعد 70 سنة أنا ما أقدرش أمشي قدام السفارة الإنجليزية في مصر طبعا. يعني الجاب واضح. يعني تالت نقطة، أنا مش هتكلم عن الناس بتوع رابعة لأنهم طبعا كلهم إرهابيين، بس هي هو إيه الكرة الأرضية اللي كانوا عاملينها؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهمة اللي اتقالت لنا. بس أخبار ماسبيرو إيه؟ استاد بورسعيد إيه؟ استاد الدفاع الجوي إيه؟ طيب أنا بشكرك يا ماجد. طبعا يعني أنا اللي فاهمه أنك بتهزر في موضوع رابعة أن هم إرهابيين وكرة أرضية وكده، لكن أنا واحد من الناس اللي كنت موجود في رابعة طبعا، فلو كنت بتكلم بجد وأنا لا أعتقد، فلا الناس اللي كانوا موجودين في رابعة ناس كانوا طيبين، ناس محترمة، كانوا نازلين عايزين مصلحة البلد دي. أحمد من مصر، أهلا بك يا أحمد. أحمد أهلا بك يا أحمد. عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. دكتور أسامة، أولا بحيي حضرتك وحيي فريق العمل وتكونوا بخير كلكم يا رب. تسلم. طبعا إفرازات 70 سنة بيجينا واحد بيقول لك انا ما بشتغلش بدراسه الجدوى. ادي التعليم، ادي التعليم اللي في العالم كله بيعتمد على دراسات الجدوى والابحاث والعلم، جاي بيقول لك انا ما فهو ده هو ده هو ده النتاج بتاعهم. هو ده النتاج اللي تورث للشعب في كل الاماكن، يعني في كل المجالات. ادي الوضع اللي احنا وصلنا ليه، اعلى حاجه المفروض ان هو في الدوله بيقول لك انا ما بشتغلش بدراسه الجدوى عشان جهل. لانه جهلوا الناس ودمروا الشعوب. شوف الناس في الشوارع عاملين ازاي دلوقتي، واخرجوا شوفوا الناس عايشين ازاي وبياكلوا ازاي وعايشين ازاي وبيتعلموا ازاي وبيتعالجوا ازاي. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ بشكرك. شويه اطفال 30 سنه مسكوا البلد خربوها. دوله كانت عظيمه، دوله كانت قويه، دولة كان بتتحكم في العالم، وكان بتعلم، وكان بيجي لها فوق تعلم الطب في مصر وتعلمه كل حاجة، وفي الآخر وصلنا للوضع ده. وتيجي تتكلم يقول لك أنت أخوان وأنت كاره البلد، وإحنا بنحب البلد أكتر منكم. أنا عاوز أسأل سؤال،
لو هنقول ان 70 سنه عدوا على الثوره، هنشوف واحد مدني دلوقتي عنده 70 سنه النهارده، واحد عسكري كان قائد في الجيش عنده فلوس كام، ثروته قد ايه؟ طيب شكرا جزيلا لك يا احمد زي. من مصر، وبشكرك جدا والله على المداخله. محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور. الحمد لله. انا بس ما عشتش ايام عبد الناصر، بس احنا انا بس نفسي عشان اول مره اتكلم بس في او اعمل مداخله مع حضرتك. انا عشنا الوقت اللي احنا عايشين فيه ده حاليا، ده أسوأ حاجة شفناها في حياتنا. أنا ممكن عندي 35 سنة، الفترة اللي احنا عايشينها دي ما شفتش، يعني عشنا شوية من أيام مبارك، بس أنا نفسي ما شفتش أسوأ من كده في كل حاجة. أنا حضرتك حضر لي موقف، يعني لو تسمح لي أحكي لحضرتك. كان في يعني سواق ميكروباص ماشي في شارع، فقابله عربية جيش، هو سواق ماشي في طريقه فقابله عربية جيش، واحد راكب عربية مدني جيش، راكب بس عربية مدني، فبقول له انت جاي مخالف، ما كانش شايف ان هو جيش. فراح بتاع الجيش والله راح مطلع المسدس، والله انا بحلف والله، وحطه في دماغه والناس واقفه. يعني انا يعني في ايه اسوأ من كده؟ لو حضرتك لو اي حد مدني اتخانق مع اي حد عسكري في شارع هو طيب. غلطان، حد يعرف ياخد حقه؟ لا يمكن حد يعرف، ما حدش بيعرف ياخد حقه في البلد دي الا لو كان ميري. انا بشكرك جدا يا محمد، وبعتذر لابو احمد من لبنان واحمد من مصر وعبد الله من امريكا ما لحقناش تكونوا معانا في حالة النهاردة. بشكر كل اللي شاركونا في الرسائل والاتصالات. أنا عارف أنه موضوع محتاج وقت أطول عشان نتكلم فيه. الحقيقة آخر كلام النهاردة مختلف شوية، إحنا إن شاء الله زي ما تعودتوا الحد والاثنين بنبقى أجازة، لكن التلات والأربع والخميس كمان هنكون أجازة. فالبرنامج إن شاء الله أشوفكم يوم الجمعة القادمة في حالة آخر كلام. فمرة تانية البرنامج بيكون أجازة أصلاً الحد والاثنين في الأسبوع، فالتلات والأربع والخميس بإذن الله هيكون أجازة، ونلتقي على خير بمشيئة الله يوم الجمعة القادم. تصبحوا على خير.